أبدأ معاكم كالعادة لما بنطلع يوم التلات بنستعرض المباريات التي تمت قبل ما نطلع، ونتحدث أيضا عن مباراتي الغد بإذن الله. خلينا الأول نستعرض نتائج مباريات الأمس. امبارح كانت هناك ثلاث مباريات. المقاولون العرب يفوز على إيسترن كامباني 1-0. ده النهاردة، أنا آسف، بالأمس البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش 3-0 في مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. سموحة في ماراثون غير طبيعي ومباراة ماراثونية رائعة، 4-4 مع الاتحاد السكندري. فيوتشر في أول لقاء له يحرز 3 نقاط على فاركو، فاركو أيضا صاعد جديد، ولكن كلا الفريقين يعج بالنجوم، صرفوا كتير وجابوا نجوم كتير، وأعتقد مع مرور الوقت سنجد رسوخ أكبر لفيوتشر ولفاركو في مسابقة الدوري العام.